طبيعة الحال فملي كنهضروا على النوم فالنوم يكفي انه يكون في المدة الزمنية اللي خاصنا. النوم عنده تأثيرات صحية على الصحة ديالنا، تأثيرات إيجابية على الصحة ديالنا، كيف ما القلة ديالو كتقدر تكون عندها تأثيرات سلبية، ولكن على العطاء الهدي، على الجهد ديالنا، على المناعة ديالنا، وكذلك يقدر يكون عنده تأثيرات على الهرمونات ديالها. وكذلك من بين النتائج الممكنة ديالو هو أنه يقدر يكون عنده تأثيرات حتى على الوزن ديالنا بطبيعة الحال، كذلك حتى كثرة النوم. فملي كنهضروا على النوم والاهميه ديالو في الايام العاديه، اصلا في الاول في الايام العاديه راه النوم من بين الحويجات اللي كتخلينا نحافظوا على حتى على الوزن ديالنا. النوم بشكل عادي كيخلينا اثناء اليوم ديالنا، يعني بالنسبه للناس اللي كيفيقوا كينعسوا مزيان وكيفيقوا مزيان، فكيخليو حتى اليوم ديالهم اثناء اليوم ديال الصيام ديالهم، يعني كتكون واحد التوازنات هرمونيه، واحد تكون واحد التفاعلات هرمونيه ما بين مختلف الاعضاء ديالنا، اللي كتكون من بين النتائج ديالها هو ان النسبه ديال السكر مثلا كتبقى في الذات ديالنا، وكذلك التفاعلات الهرمونيه كتخلي حتى الاعضاء ديالنا كتقوم بالوظيفه ديالها عند الانسان الصائم، اللي كتكون من النتائج ديالها الايجابيه اللي حنا كنبحثوا عليها، هي ان حنا كتنظفنا كتنقينا كيف ما كنقولوا، ولو ان المصطلح اللي حنا كنفضلوا في لا ديتوكسيكاسيون هي عمل فيزيولوجي طبيعي كاين عند الاعضاء ديالنا، وكيجي كي الصيام كيخليه يبرز الوجود اكثر. يعني هاد للاسف هاد الحويجات هادو ما كنستافدوش منهم بزاف الا كانت عندنا قلة النوم او لا حتى كثرة النوم، اللي كما ذكرت من بين النتائج السلبية ديالهم على الصحة ديالنا هو اختلالات على مستوى الوزن، سواء الوزن كيولي كينقص بزاف او لا كيتزاد، بالاضافة الى انه كاين احتمال يكون عندهم تأثير حتى على الشهية ديالنا. كنلاحظوا يا اما ناس كيكون عندهم واحد الشراهة، واحد الإقبال على الأكل بواحد الشكل هو كبير، أو لا بالعكس الناس اللي كيعانيوا أثناء الشهر ديال رمضان من مشاكل على مستوى كذلك حتى الشهية ولا الإقبال على الأكل.